حياكم الله، إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. تجاوزت أسعار الصرف في الأسواق المحلية حاجز 150 ألفا لكل 100 دولار بيعا، بينما سجل سعر الشراء 149 ألف دينار في البورصات الرئيسة في العراق. هذا وشهدت أسعار الدولار تذبذبا منذ حوالي الشهر، وخاصة بعد قرار البنك المركزي بيع الدولار عن طريق منافذ المطار حصرا ومنعه عن الصيرفات، الذين احتجوا ورفعوا الأسعار لحين تراجع البنك عن قراره على حد تعبيرهم. كشفت مصادر مطلعة أن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق يجري زيارة غير معلنة لواشنطن للتباحث بشأن قرار البنك الفيدرالي الأمريكي في إيقاف تعامل بغداد باليوان الصينية. وقالت المصادر إن العلاق غادر إلى واشنطن يوم الثلاثاء الماضي للقاء المسؤولين في البنك الفيدرالي والخزانة الأمريكية، مبينة أن محافظ البنك المركزي يبحث أيضا خلال زيارته الالتزامات المطلوبة بشأن المصارف العراقية المحرومة من التعامل بالدولار. سجل خام البصرة الثقيل وخام البصرة المتوسط خسائر خلال الأسبوع الماضي، مع تسجيل النفط العالمي خسائر أسبوعية بعد 4 أسابيع من المكاسب. وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم الجمعة على انخفاض بلغ 20 سنتا ليصل إلى 81 دولارا و8 سنتات، وسجل خسائر أسبوعية بلغت دولارا و90 سنتا، فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على انخفاض أيضا بلغ 20 سنتا ليصل إلى 83 دولارا و98 سنتا. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.7% على أساس أسبوعي بعد 4 أسابيع من المكاسب، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط. تراهن تركيا على موقعها الجغرافي واتفاقها الجمركي مع الاتحاد الأوروبي لجذب استثمارات صينية، كما فعلت مع شركة BYD المصنعة للسيارات. وقعت الشركة الصينية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية عالميا اتفاقا مع الحكومة التركية لفتح مصنع في البلاد، وقدمت لها تركيا أرضا بموجب اتفاق يشمل استثمارات بقيمة 1 مليار دولار أمريكي، كما قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فتح كاجر. قال إن أنقرة تواصل محادثاتها مع شركة صينية أخرى. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.